نحن دعينا إلى مظاهرة في يوم الثلاثاء 15 مارس أمام السفارة السورية، وذلك للاحتجاج على الأوضاع في سوريا ولمطالبة النظام السوري بإلغاء قانون الطوارئ والإفراج عن المعتقلين السياسيين والسماح بعودة المهجرين قسرا خارج سوريا. وأثناء المظاهرة حاول موظفي السفارة ودبلوماسيها الاعتداء علينا، ورجعنا يوم الخميس 17 مارس أيضا في مظاهرة ثانية، وتم أيضا الاعتداء علينا من قبل عناصر السفارة، وتم تهديدنا بالقتل من قبل عدد من الدبلوماسيين في السفارة منهم السفير يوسف الأحمد والدبلوماسي عمار عرسان. وفي يوم السبت 19 مارس كنت نازل من البيت إلى وسط البلد في العمرانية، وكنت متوجه من البيت إلى محطة مترو أم المصريين، وفي شارع ترعة الزمر تنبهت إلى سيارة مسرعة، فعندما نظرت إلى الوراء لمحت مسدسا يخرج من شباك السيارة، فدخلت في شارع جانبي من أحد الشوارع الجانبية وركضت وأطلقت ورائي 3 رصاصات، فتوجهت إلى محطة المترو من هاي لوسط البلد، فكلمت أحد أصدقائي وذهبنا إلى قسم قصر النيل فعملنا محضر، وبعد ذلك توجهنا إلى مديرية أمن الجيزة وأبلغناهم بالأمر، حيث أن الواقعة في منطقة تخص مديرية أمن الجيزة، وبعد ذلك توالت التهديدات الهاتفية من قبل السفارة من أرقام لا تظهر أو من خطوط لا تظهر أرقامها، يتم تهديدنا بالقتل وغير ذلك وبالشتم لأننا نتظاهر ضد السفارة وضد النظام السوري النظام القمعي المجرم. وبعد ذلك تسارت الأحداث حتى فوجئت يوم أمس بنزول مذكرة أو ملاحظة على صفحة الثورة السورية في الفيسبوك من أحد الأشخاص يقول أن له صديقا، يقول أنه سوري مقيم في القاهرة وأن له صديقا في السفارة السورية، أبلغه أنه جاء جواب من المخابرات العامة السورية في السفارة لتقوم بتصفية 24 شخصية سورية موجودة في القاهرة، ومن ضمن الأسماء كان اسمي أنا في هذه الصفحة، وقمت بإبلاغ مركز هشام مبارك القانون حتى سنتخذ الإجراءات القانونية لإبلاغ النائب العام وزير الخارجية المصري.